أهلا بكم من جديد. الوزاني الحدودية، كيف يعيش أهلها في القرن 21؟ ليسوا كثر، حوالي 200 عائلة فقط يقطنون في قرية تحدها قرية الغجر المحتلة والجولان المحتل. الوزاني قرية تعيش على تربية الأبقار، تنتج الحليب لتبيعه في النبطية. لا مدرسة رسمية فيها، لا مستوصف ولا صيدلية ولا أدنى مستلزمات الحياة. أطفالها ينقسمون فريقين، فريق لا يزال على مقاعد الدراسة وآخر غادرها ليستمر آخرون. الأراضي اللي عندنا معظمها مثلاً أنه استولت عليها الشركات من برا، يعني أخذت الأراضي مثلاً. المواطن اللي هون ما عاش في يستعمل زراعة شيء، يعني الانتاج تبعنا إذا بدنا نبيعه مثلاً بالسوق بدنا نبيعه أكيد للمعامل. ما في معامل، ما في ضمن المنطقة هي مثلاً. هالمعامل عم اليوم عم تتحكم بالسوق مثل ما بده. ما فيهم يعلموا الأربعة خمسة كلهم مع بعضهم، مثلاً يصل الولاد لمرحلة أول متوسط أو خامس ابتدائي بيضطر أنه يفتح المجال لغيره، لخيه الأصغر منه أنه هو يكفي. في جولة في البلدة ترى الأبقار على ضفاف شوارعها. أصحابها ليسوا فقراء الحال أحياناً، ولكنهم حتماً فقراء اجتماعياً، فحاجة الأطفال هناك لا تتعدى الحد الأدنى من حقوقهم. لما بعكن عندي عطلة بشتغل معكم بالمعزة. وبعدين بس تكبر شو بدك تعمل؟ بدي صير طبيب. والله هيك الشغل، يعني شو بدنا. اي عمر تركت المدرسه؟ هيك شغل كان عمري 10 سنين. ايه تركت المدرسه. ليه؟ شو السبب يعني؟ خبرني. اهلي بدي اعاون اهلي، بدي اساعد اهلي. شو كم خي عندك؟ عندي سبعه. سبعه. ترك مقاعد دراسه ليترك مساحه لاخوه له وجدوا في العلم طموحا لهم. اما العائلات فمن يقول لها ان كثره الابناء وان كانت تلبي طموح اهلهم، إلا أنها تثقل كاهل أطفال وشباب أرادوا للحظة اختيار مقاعدهم بأنفسهم.